أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، في المقابل لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر إجمالي حالات الوفاة عند 2465 حالة. كما أعلنت الوزارة تسجيل 22 حالة شفاء من هذا المرض. وتدعو وزارة الصحة الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال المسح على الكود الظاهر على الشاشة.